أنا بحياتي ما شفت حدا بهالوقاحة. شو مفكرني مو فهمان عليك؟ حافظ أمثالكم. سيدي شو قصدك؟ بالله عن جد؟ أنا كنت عم بدعي لزوجي. فعلاً عالم بطلوا يستحوا. العامة شكله فهم روحتنا بالليل كتير غلط. شو فهم؟ شلون يعني؟ احكي. لا 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 سيدي لا فهمت الموضوع شرك كثير انت استغفر الله بعتذر منك في سوء تفاهم صار البنات مثل اخواتي مستحيل يكون الموضوع هيك ومساح هاي الفكره من بالك نهائيا لانه هذا الشيء سوء تفاهم فظيع وما بيمرق ابدا سيدي الصبايا كانوا بحمايتي وانت فهمتنا غلط وباكد لك انه ما في هيك شيء حتى لو قلت لنا انه رحنا بنص الليل على المقبره مشان نسرق شيء سندهب اهون علينا من اللي كنت عم تفكر فيه هلا شو هاد؟ لهيك امسحه من ذاكرتك وكبه بسله المهملات نهائيا يرضى عليك سيدي استبعد هالاحتمال لأنه مستحيل يعني كنتوا عم تسرقوا سندهب مستحيل لا 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 طول بالك علينا سيدي قلت لك سندهب كمثال لوضح لك الفكرة مو أكتر يعني ما رايحين لنسرق نحن طيب ما ممكن نروح للسرقة النظارة ناطرتكم تركوا غراضكم بالأمانات رح نخليكم عنا هالكم يوم هذا ظلم سليم ما بعرف والله عم يقولوا تخبروا ما بعرف خليك راضي عرفني المسات اذا شافوني خبريهم ايه يا حضره الضابط حضره الضابطه ممكن لحظه اسمعوني شوي انا وضعي كتير صعب وبصراحه بسبب هالشغلات السيئه يلي هلا صارت توترت كتير وانا بس اتوتر معدتي دغري بتصير توجعني وحاسه حالي مو منيحه ابدا لهيك يا ريت اذا بتسمحوا لي انه روح على الحمام دقيقتين بس ما راح طول اكثر من هيك طيب خذوها على الحمام هيك الأمور تمام وصلنا عنجد أنا آسفة لأنه عزبتك معي وما بعرف ليش كل ما أتوتر بصير بدي فوت على التواليت بتصير حاجك تريد حكي يلا فوتي ايه يلا يا ربي دخلك ساعدني أنا وين بدي خبيه وإذا هلأ الشرطة لأول معي رح يحبسوني لازم لاقي مكان لحتى خبيه يلا بقى ايه يلا بس دقيقتين ما رح طول اعذريني معدتي كتير عم توجعني اذا بدك فوتي انت كمان على الحمام لانه الطريق من مكتبك لهون ابدا ما نو قصير وهيك احسن مشان ما ترجعي مره ثانيه لهون يلا خلصيني بقى طيب لو سمحتي حاجتي لي استعجلي لانه هالشي عم يوترني اكثر اذا بدك منغني شي غنيه سوا بلكي بخف التوتر يلا منغني مع بعض الوردي جميل جميل الورد الوردي جميل لك يلا استعجلي للورد ايه يلا خلصت اوف اوف سيفان لك يلا اذا بدك تفوتي على الحمام بستناكي